Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini ayat-ayat keras kepada orang-orang yang zalim dan makhluk-makhluk jahat dari kalangan jin dan manusia yang jahat, ya, akan mendapatkan balasan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan-perbuatannya. Mari sama-sama kita dengarkan ayat-ayat ruqyah ini. Insyaallah kepada saudaraku yang sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, dengarkan ayat ini. Dan bagi saudaraku yang ada penyakit-penyakit lahir batin, mudah-mudahan dengan wasilah ayat-ayat yang kita dengar ini Allah menyembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوها أبواب جهنم خالدين فيها فليس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل عن اليمين والشمائل سجدا لله وهو داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مساكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم فاشركون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به
أيمسكه على هون أم تدسه في التراب لا ساء ما يحكمون ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فالذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara sekalian, khususnya kepada kita yang selalu dizalimi, kita disakiti, kita difitnah, dikhianati, ditipu, dicemaki dalam kesakitan, ataupun kita dihantarkan sihir santet, sangkau tenung teluh ilmu kiriman. Saya memberikan saran yang pertama, bersabarlah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim digambarkan tadi, ya, jika mereka tak mau bertobat, mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
Dan sebelum mereka mendapatkan azab yang pedih di alam kubur ataupun di akhirat, mereka akan menghadapi malaikat-malaikat yang akan memukul dari arah depan mereka, dari belakang mereka. Ya, kepada mereka-mereka yang selalu zalim. Dan mereka ini akan merasakan siksa yang sangat perih sebelum mereka mendapatkan siksa yang sesungguhnya. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, sikap yang terbaik ketika kita dizalimi, sebagaimana yang contohkan Rasulullah, adalah tetap bersabar dan terus berdoa. Berdoa yang pertama agar mereka mendapatkan hidayah, sehingga orang-orang yang zalim ini berhenti dari kezalimannya, agar mereka tak lagi melakukan kejahatan kepada saudara-saudara sekalian. Atau yang kedua, doa kita adalah kita serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang maha membalasnya. Biarlah Allah yang memberikan apapun yang telah dia kerjakan, ya, sehingga Allah langsung membalas. Oleh karena itu saudara sekalian, saya berharap saudaraku untuk terus memohon kepada Allah, mohonlah keadilannya, mohonlah pertolongan. Insyaallah doa-doa kita dari sekian banyak pasti ada yang diijabah. Jangan kita berprasangka buruk, jangan kita seolah-olah doa kita belum ada jawabannya. Yakinlah, yakinlah bahwa setiap doa kita akan diijabah, ya. Dan jangan lupa saudara sekalian, perbaiki hatinya, pikirannya, perasaannya, ya, agar doa-doa kita ini benar-benar sampai kepada dalam hal apapun, dalam persoalan apapun, apalagi terkait dengan persoalan-persoalan dunia, ya. Persoalan-persoalan dunia ini kita lagi banyak problem, maka harus kita selalu menjaga prasangka baik kita kepada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara sekalian, jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quran Terapi. Sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami. Dan jangan lupa, sesudah melakukan terapi rukyah, bagi saudaraku yang sudah memesan herbal rukyah, silahkan dikonsumsi herbal rukyahnya, ya, baik yang diminum ataupun yang dioleskan. Dan bagi yang belum memesan herbal rukyah, kami menawarkan pada saudara sekalian terapi herbal rukyah. Hubungi kami di SMS WhatsApp 08111111206 7, satunya 6 kali. Oke, okay? SMS WhatsApp. Dan bagi saudaraku yang ingin berikan super thanks, di bawah video ini ada tulisan terima kasih. YouTube, ya, fitur YouTube ini untuk memberikan apresiasi kepada channel ini ataupun video ini, maka YouTube menyiapkan fitur terima kasih atau super thanks. Silakan diklik di bawah judul video ini ada tulisan terima kasih, silakan di scroll dan berikan infak yang terbaik, insya Allah. Setiap infaknya akan bermanfaat bagi orang-orang miskin kami. Awafu minkum jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.